ثلاث فرق نمساوية تستحق أنه أي لاعب جديد يبدأ مشواره من عدها، أما بقية الفرق فخلي تولي عوفك من عدها. الفريق الأول ما أتذكر اسمه، الفريق الثاني نسيت اسمه، أما الفريق الثالث راح أحاول أتذكر اسمه. خلينا نروح لأفريقيا، تركونا من أوروبا. يقولون أنه نادي القرن بأفريقيا الأهلي المصري دا يبحث عن شبه يمين، ومن مواصفاته أنه لاعب صغير ونيو سريع زقج، وأفضل مواصفة به أنه خلى نيمار بجيبه. حلقتنا اليوم تتكلم عن علاء مهاوي وقرب انتقاله إلى الأهلي المصري، ومحمد قاسم وحقيقة العقد اللي تقدم إلى من الدوري النمساوي حسب ما يشاع أو حسب ما صرحوا اللاعبين بالبرامج التلفزيونية. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى معكم دعم القناة بلايك وسبسكرايب، ويلا خلينا نبدأ. مرحبا أصدقائي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. قبل فترة نزلت فيديو عن احتمالات انتقال بعض اللاعبين العراقيين من أنديتهم الحالية إلى أندية أخرى أو دوريات أخرى، فأجتني هواية تعليقات ليش ما تكلمت عن علاء مهاوي واللاعب محمد قاسم اللي عندهم عروض من الدوري المصري وواحد عنده عرض بالدوري النمساوي. اجيت كملت الحلقة، شفت التعليقات مالتهم، فتحت اليوتيوب، لقيت لقاء كامل مع الكابتن علاء مهاوي ببرنامج الكابتن نور صبري. بهذا اللقاء اللي شفته علاء مهاوي كان صريح وقال انه اني راح انتقل للدوري المصري. هذا الانتقال للدوري المصري بالنسبة لي انا اعتبره جيد ومميز اذا كان العرض موجود، لانه لاعبين من ينتقلون للدوري المصري معنويا انه الدوري المصري دوري قوي، وان كان بناديين يتنافسون لكن اكو بمنافسة. بالدوري المصري اكو جماهير واكو كرة قدم حقيقية، لكن بنفس الوقت اللاعب العراقي الوحيد اللي راح للدوري المصري وتوفق بالدوري المصري هو مصطفى كريم، توفق مع الدراويش، وحاليا تجربة عند همام طارق اللي يؤدي اداء جيد لكن على حظه وقف الدوري بسبب الكورونا. علاء مهاوي من خلال البرنامج قال انه عن طريق وكيل اعماله او عن طريق همام طارق اجى عقد من نادي الاهلي وراح يفكر انه ينتقل الى الدوري المصري، لكن القرار الاخير مع نادي الشرطة فهم اللي يقررون. طبعا بالنسبة لي ما اشوف انه القرار الاخير مع نادي الشرطة، القرار الاخير عند علاء مهاوي، اذا اريد او اذا كان جاد انه يحترف احتراف جيد ومميز راح يروح الى نادي القرن، وهذه فرصة لا تعوض العلاء مهاوي. نرجع للموضوع، هل انه هذا العرض صحيح او لا؟ لأن مثل ما تعرفون بعض اللاعبين يصرحون بعض التصريحات وينتهي الموسم وهم منتقلين، يا أما يبقون بناديهم أو يروحون لنادي آخر. لكن بالنسبة لي موضوع علاء مهاوي اللاعب كان صريح جدا، يعني لو كان أنه اللاعب يريد بس موضوع تسويق ما رح يحدد النادي الأهلي المصري، يقول أنه رح انتقل للدوري المصري وخلص، ماكو واحد يمكن يلزمه من كلمته أو ماكو واحد يقول له ليش ما انتقلت. بما أنه حدد النادي بالدوري المصري فعلى الأغلب العقد حقيقي، وممكن نشوف أول لاعب عراقي يحترف بالنادي الأهلي نادي القرن. دائما من تجينا هيك أخبار نتأكد من عدها من طرف آخر، الطرف الآخر هو تفكيرك أنت، تروح على النادي الأهلي تشوف شنو عنده لاعبين، شنو اللاعبين اللي موجودين بمركز اللاعب اللي يريدون يجيبوه. رحت إلى تشكيلة النادي الأهلي، فتحت التشكيلة لقيت اللاعب عندهم لاعبين يلعبون بمركز علاء مهاوي. أول واحد أحمد فتحي، أحمد فتحي نجم المنتخب المصري طبعا غني عن التعريف، عقده ينتهي بشهر السادس 2020، عمره 35 سنة، يعني هو قريب من الاعتزال. اللاعب هذا معروف على مستوى منتخب مصر، فبالتأكيد أنه منا شهر أو شهرين ينتهي عقده راح يعتزل، ف انه ممكن يجيبون علاء مهاوي بدلا عنه. زين خلينا نشوف اللاعب الثاني اللي ينافس علاء مهاوي على هذا المركز. زين راح نشوف انه اكو لاعب اخر جهة اليمين يلعب اللي هو ايضا لاعب منتخب مصر، محمد هاني. محمد هاني لاعب المنتخب المصري ايضا، عمره 24 سنة، طوله 175، عقده الى 2023. يعني بالمجمل اكو لاعبين بمكان علاء مهاوي، بجهة علاء مهاوي، واحد من عندهم راح يعتزل، ممكن انه علاء مهاوي يحل مكانه، وبالتالي تتأكد انه علاء مهاوي العقد او ذهابه الى نادي الاهلي قد يكون واقعي
وممكن انه يوقع. بالنهايه نرجع الى اللاعب، ما معقول انه لاعب يطلع بالاعلام ويحدد النادي، خصوصا انه نادي عربي، ويقول انه هاي راح انتقل ويطلع العقد وهمي هاي، الا اذا كان بحال وكيل الاعمال يريد بس يسوي لعبه على اللاعب. لكن على الاغلب انا اشوف علاء امهاوي قد يكون فعلا قريب من النادي الاهلي. زين، هل ينفع علاء امهاوي بالنادي الاهلي؟ اللاعب بعد ما انتقل. انا من وجهه نظري انه علاء امهاوي من شارك باولمبياد ريو كان يستحق ان يلعب بنادي كبير مثل النادي الاهلي او اي نادي اخر، حتى لو كان نادي اوروبي من ضمن الدوريات اللي مو بروفيشنال، لكن دوريات اعتياديه خلينا نقول. فعلاء امهاوي بذاك الوقت كان اداء رائع وجيد ومميز، اما علاء امهاوي اليوم انا اشوف مستواه اقل عن الاداء اللي كنا نشوفه بالاولمبياد او بدايته. لكن هل من الممكن انه يرجع علاء امهاوي الى مكانته الطبيعيه؟ بالتاكيد ممكن، لانه علاء امهاوي عنده فد امكانيه جيده، امكانيه بالمراوغه والاحتفاظ بالكره. فاني اشوف انه علاء امهاوي ممكن ان يوجد نفسه من جديد بالنادي الاهلي، وبالتالي راح يفيد المنتخب العراقي اذا احترف بالنادي الاهلي، لانه النادي الاهلي هو النادي الاول او الثاني بافريقيا، فهو يتنافس هو والترجي التونسي على تسيد القارة، وهذا الشيء راح يخلي علاء امهاوي ينطي اداء جيد ويقاتل على مود يحصل المكان الاساسي ويا اللاعب المنافس له. فاتمنى التوفيق، اتمنى انه ينتقل الى النادي الاهلي بدون ان يفكر او يرجع النادي الشرطة، لانه هذه فرصة لا تعوض ولا تكرر. اما موضوعنا الثاني اللي راح نتكلم به فهو انتقال او قرب انتقال اللاعب محمد قاسم لاعب نادي القوة الجوية الى الدوري النمساوي. مثل ما تعرفون بالاخبار يقول لك انه من خلال موقع كرة، موقع الرياضي المعروف، انه محمد قاسم راح ينتقل الى الدوري النمساوي او اجى عقد بالدوري النمساوي من دون ذكر اي تفاصيل. مثل ما تعرفون موقع كرة هو اي واحد يجي يحرر به، او يعني المحررين مالتهم ما يعتبر انه موقع عالمي انه تاخذ من عنده مصدر موثوق بالخبر، لكن لنفرض انه الخبر صحيح. بالنسبه لي انا اشوف انه الدوري النمساوي دوري اعتيادي. يعني اذا جيت بدايه الحلقه قلت لكم نسيت اسم النادي وما اعرف شنو هذه كلها، انا اتكلم وياكم بشكل جاد فعلا انه الدوري النمساوي اذا اريد نتكلم به راح نتذكر يمكن نادي ريد بول سالزبورغ، لانه قدم موسم خرافي، موسم رائع بدوري الابطال بالسنه اللي مضت، ومن خلال هذا النادي طلع لاعبين اللي هم اللاعب هولاند اللي راح دورتموند، ولاعب ياباني اخر انتقل الى ليفربول ولحد الان ما ماخذ فرصته، لكن الانتقال تم عن طريق نادي سالزبورغ اللي ينشط بالدوري النمساوي واللي شارك بدوري ابطال اوروبا. اذا جينا نتكلم عن النادي الثاني، منو النادي الجيد بالدوري النمساوي؟ يمكن راح يكون هو نادي اعرف من نادي سالزبورغ اللي هو رابد فيينا، اللي يعتبر من الانديه العريقه بالدوري النمساوي، لكن مع هذا هو نادي عادي ونادي بالقوة ينافس على التأهل إلى دوري الأبطال، لأنه بدوري الأبطال الدوري النمساوي عندهم مقعد واحد، وغالبا بالسنين الأخيرة يأخذ سالزبورغ. فمحمد قاسم إذا انتقل سالزبورغ راح يعتبر انتقال جيد، وأني مع هذا الانتقال. لكن إذا محمد قاسم انتقل إلى نادي مركز العاشر ويلعب محمد قاسم احتياط، شو أسوي بهذا الانتقال أني؟ خصوصا أنه الدوري النمساوي ترى بيه 12 فريق، يعني أنت إذا انتقل محمد قاسم إلى أندية المؤخرة وفوق كل هذا يلعب احتياط، فأني ضد هذا الانتقال جملة وتفصيلة. أنتوا البعض يمكن راح ينتقدون هذا الكلام لأنه قاعد يقارن بأن يبقى محمد قاسم بالدوري العراقي لو يروح للدوري النمساوي. إذا قارنت هيجي بالتأكيد محمد قاسم لازم يروح للدوري النمساوي، ومن خلال الدوري النمساوي عسى ولعل ينشط ويشوف نادي آخر ويتطور محمد قاسم. لكن من وجهة نظري أنا أشوف محمد قاسم نجم جيد ويستاهل أن يلعب بدوري أفضل من الدوري النمساوي اللي دائما مسيطر عليه نادي سالزبورغ، وحاليا نادي سالزبورغ أصلا عنده دعم لأنه المالك مالته أمريكي، ومثل ما تعرفون ريد بول تدعم هذا النادي، فهو مسيطر على كل شيء، روح دوري أبطال أوروبا هو وكل الجوائز مسيطر عليها. فذهاب محمد قاسم إذا هذا النادي والله انتقال مميز ورائع، أما إذا نادي آخر هناك ويبدي من جديد يقعد احتياط وسنة وسنتين يبدي يريد يثبت نفسه، أنا ضد هذا الانتقال جملة وتفصيلة، وأشوف أنه يروح يدور له على نادي آخر أفضل من أن ينتقل إلى الدوري النمساوي. هذا رأيي الخاص، لأنه أشوف محمد قاسم إلى مستقبل، وحرام واحد بعمر 24 سنة يروح بالنمسا يقعد احتياط
ويفضل النمسا لأنه دوري أوروبي، في حين أنه فعليا الدوري النمساوي دوري ضعيف جدا. وإذا تريد تسأل عن الدوري النمساوي، عندنا هواية عراقيين ساكنين بالنمسا، اسألهم عن حال كرة القدم بالنمسا، راح يقولوا لك الجواب أنه الدوري النمساوي دوري عادي وما به أي منافسة. من خلال هذا الفيديو كانت واضح جدا بخصوص انتقال اللاعب علاء أمهاوي اللي يعتبر انتقال مميز ورائع إذا حدث، وكنت أوضح بالنسبة للاعب محمد قاسم إذا كان انتقاله إلى أندية المؤخرة بالدوري النمساوي. فأنا أشوف محمد قاسم يستاهل أكثر، وهو لاعب مميز ورائع ويستحق أن يحترف بدوري أفضل. أما أنت تقدر تكتب لنا رأيك بصندوق التعليقات. أشوفكم بخير يا رب، مع السلامة.